التعليم العالي بتطلق موقع إلكتروني للتواصل مع المبتكرين وإنشاء قاعدة بيانات. تخيل يبقى عندك قاعدة بيانات للابتكار. دكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله أستاذ يوسف. الحمد لله. الحمد لله. قول لي الأول، يعني إيه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؟ يعني عشان أوضح أكتر، هل إحنا لدينا معيار أقدر أوصف بيه النابغة وأيضا المبتكر يعني بطبيعة الحال؟ تمام. النابغة في تعريفات تربوية ومعايير دولية يتم اختبار بيها الطالب في أو في المراحل العمرية المختلفة. نقدر تقول إنه عنده نبوغ، يعني بيبقى فيه زي الاي كيو تيست وبعض الاختبارات الاخرى اللي هو اختبارات مستوى الذكاء، اختبارات اخرى بيتم تقييمها على المستوى التربوي معروفه دوليا يعني كقواعد. فبيتم تعريف الطالب ده كده عنده نبوغ او ما عندوش نبوغ او درجه النبوغ بتاعته قد ايه، يقدر يتقيم بهذا الشكل. المرحله الثانيه هو المبتكر. المبتكر بيبقى دايما انسان عنده ملكه ان هو يشوف مشكله ويحاول يحلها أو يشوف شيء قدامه ويقدر يطور فيه. إنما دايما زي ما حضرتك تسمع كتير مثلا يقول أنا عندي أفكار وعندي اختراعات وعندي وعندي، ممكن يكون فاقد لبعض الخبرة العلمية أو الدراسة الفنية لبعض الأمور، لكن في حقيقة أمره هو بيبتكر، لماح، يعني بيشوف إيه اللي حواليه ويحاول يطلع منه بفكرة، يحاول يطور أدائه، يحاول يلقط. ده فكرة الابتكار. غير فكرة الاختراع كمان، إن الاختراع ده بينتج شيء جديد. فإحنا عندنا ابتكار وعندنا اختراع وعندنا إبداع وعندنا نبوغ، فكلها تعريفات لتقييمات مختلفة. حلو جدا. الصندوق بقى هيعمل إيه لرعاية هؤلاء المبتكرين والنوابغ في مصر؟ الصندوق جت فكرته من عام 2017 في احتفال الدولة بعيد العلم. السيد رئيس الجمهورية خد قرار بأن تقوم وزارة التعليم العالي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من الشباب والنشأ. ليه من الشباب والنشأ؟ لأن كان سيادة الرئيس بيكرم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة، ودول باحثين كبار لهم إنجازات علمية في مراكز بحثية وفي الجامعات. وفي نفس العام كان سيادة الرئيس بيكرم أوائل الخريجين من الشهادات الفنية وأوائل الخريجين من الثانوية العامة، فكان لازم حد يرعى هؤلاء النواب، هؤلاء المتفوقين، ما ينتهيش به الحال. إذا كان عنده تميز وتفوق علمي لازم حد يتبناه، حد يستكشفه كده زي ما بيقول الكشافين في كرة القدم، إن هو يشوف ده بيلعب إزاي، بيلعب إزاي، ويتبناه ويفضل يكبر بيه ويطور مهاراته لحد ما يبقى نجم عالمي ودولي زي ما يقول. نفس الحكاية في الابتكار في العلوم، فيجب إن يبقى فيه طريقة نستكشف بيها الشباب اللي عنده نبوغ ونفضل ننميه. ربما عنده زي ما قلت لحضرتك الفكره ولكن عايز دعم فني، فالصندوق يقدر يوفر له حد اكثر منه خبره فنيا يبلور له فكرته اكثر. عايز دعم علمي، ما درسش المستويات العلميه متقدمه ولكن الفكره جيده في حد ذاتها، فيقدر يدعمه علميا. عنده فكره ترقى لبراءه اختراع، بس براءه الاختراع عشان اقدمها لازم ليها خبره ومهاره معينه اعرف استوفي النموذج بتاع براءة الاختراع واعرف ايه اللي عايز حمايه. فيجب ان احنا نوفر له حد يساعده لما يكون عنده فكره ترقى لبراءة الاختراع بس مش عارف يسجلها، يساعده انه يعرف يسجلها ويحتفظ بحق الملكيه الفكريه بتاعه. ثانيا، لو عنده براءة اختراع ومش عارفين هل براءة الاختراع، مش كل براءة اختراع يبقى ليها جدوى اقتصاديه وليها مردود اقتصادي، والمنتج بتاعها لو خرج للسوق يبقى ليه عائد. ممكن تبقى براءة اختراع حفظ فكره معينه، ولكن مهم جدا ساعتها ان احنا نساعدهم براءة الاختراع الموجوده دي، نساعدهم في توفير دراسات سوق ودراسات جدوى بحيث ان نطمن ان دي لو اتنفذت وتم تمويلها ودعمها هتطلع بمنتج له مردود اقتصادي يخدم الدوله ويخدم الاقتصاد. كل دي النوعيات من المراحل نقدر ندعم بيها المبتكر والنابغ في مجال ما. فالتمويل بتاع الصندوق لما انشئ الصندوق بقى ليه مصادر تمويل مختلفه ما هياش مرتبطه بموازنه الدوله، والمصادر مستمره ومتجدده، بل ان قانون انشاؤه منح له فرصه انه يستثمر امواله باشكال مختلفه فيعمل على تنميتها بشكل مستمر، وبالتالي يبقى في توسع وتوسع وتوسع باستمرار.
عظيم جدا. الجزء الاضافي في الموضوع ان احنا كمان مهتمين بالاطفال والنشأ. انا النهارده عشان احصل على مبتكر يجب ان انا انمي الثقافه والوعي باهميه الابتكار والاختراع. يعني ايه ابتكار؟ يعني ايه اختراع؟ يعني ايه الملكيه الفكريه؟ عشان وهو طفل الجزء ده يفسخ في ذهنه فيكبر وهو عنده امل يبقى مبتكر ويبقى مخترع ويبقى نادر، ويعرف ان الملكيه الفكريه ان ممكن فكره صغيره من عنده لو طورها ونماها وكانت قابله للتطبيق وليها مردود اقتصادي يبقى الصبح مليونير كبير جدا. يبقى الفكره كلها يقدر فكرته دي يبيعها ويستثمرها وتبقى شيء مفيد. زي امثله كثيره في حياتنا التكنولوجيه كلها موجوده، امثله بقت مليارديرات كبار جدا من افكار بسيطه تكنولوجيه بداوا بيها من سنين. فيبقى احنا دلوقتي كان الصندوق عندنا كمان اتجاه ان احنا ننشر الثقافه ونزيد الوعي بالابتكار والاختراع، ودي في برامج مخصصه احنا حاجه مسمينها الانوفيشن كورنر او ركن الابتكار. ده بيجي على الاطفال الصغيرين، يبقى في بعض الالعاب اللي تساعد على يفك ويركب ويعمل تنمي مهاره الابتكار عنده. السن الاكبر شويه برامج تعليميه وترفيهيه معينه تنمي الابتكار. نوصل بيه لحد مثلا مستوى مدارس المتفوقين اللي هي المدارس المعروفه بمدارس ستام. دول بيختاروا من الطلاب الحاصلين على درجات عاليه ومتميزه في الاعداديه. طبيعه الدراسه عندهم متميزه، بيعودوا انه بيعمل مشروع، المشروع ده مشترك فيه ثلاثه اربعه من زمايله لمشكله زي المشاكل الحياتيه اللي موجوده احنا فيها، يعملوا مشروع ويدوروا ويبحثوا من المراجع، ما فيش مقرر روتيني. فيعود الطالب في هذه المرحله على انه يبقى مبتكر، ازاي يجمع المعلومه وازاي يطبقها وازاي يتعاملوا كتيم ورك عشان يطلعوا بانجاز كويس جدا. هؤلاء الطلاب لما يكونوا يتعلموا بهذا التعليم وبهذا المستوى يجب ان المرحله اللي بعدها بيبقى متعشم او مفترض ان هو يجي حد يرعاه في المراحل الجامعيه، فيوجد له فرصه في جامعه متميزه في اسلوب التعليم فتنمي قدراته الابتكاريه. فبالتالي الصندوق برضه من اهدافه تقديم المنح للطلاب النادرين والمبتكرين للدراسة في الداخل والخارج، ودي بتشمل الدراسة بالمستوى الجامعي وممكن للدراسات العليا. وإحنا بنحدد كصندوق كسياسة شوف إيه الأولويات للتخصصات اللي إحنا عايزينها، المجالات اللي إحنا عايزينها، إيه الجامعات اللي في داخل مصر المتميزة اللي أسلوب الدراسة فيها ينمي فكر الابتكار عند الطالب، ما يبقاش دراسة روتينية أو كورس عشان ياخد مؤهل وخلاص. فده تقريبا الباكج كده مختلفة من ثقافة وتعليم للأطفال لدعم للمبتكرين أيا كان بساطة الفكرة اللي عنده، ما دام قابلة للتطبيق نقدر نساعد عليها. لكن لو في أفكار بقى يعني مش مبنية على أساس علمي متكررة، عدم الثقافة الكافية للشخص ما خلتوش عارف إن هي الفكرة أوريدي موجودة مطبقة منفذة، بس تهيأله مثلا عشان تأهيله لسه قليل شوية، خبرته قليلة، تهيأله إن دي فكرة قوية جدا. طب نفهمه برضه الكلام ده. اتفضل. أشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك وشكرا على هذه الاستفاضة في الشرح الحقيقة. دكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي.